أكيد أخي، يمكن أنت قصدك ربما كنت تكتب بهلوان زيد نون، بهلوان يعني رجل قوي، وربما تكتب بولاو، بولاو يعني كبسة، كبسة باللغة. أخي في هذا الموضوع ليس فقط كلمة بولاو، كثير الكلمات، ومو فقط باللغتنا، حتى باللغة العربية كمان لازم نقرأ تاريخ ونطلع مؤرخين محدثين ماذا يكلمون عن كلمة. أي واحد مثلا بالعربي أرض، أرض نفس الكلمة بإنجليزي بالتاء، أرض، أرض يعني أرض. طبعا نحن هلا نشوف من عقلنا ناخذ هذا، يعني مين اخذين، عرب اخذين من امريكيين ولا امريكيين اخذين من عرب؟ امريكيين طبعا، لانه عربي اقدم لغه من انجليزي، انجليزي صار له 300 سنه تقريبا. هيك في افغانستان الفولاو مشهور، يعني اشهر اكل فولاو كابولي مشهور عنا، لهذا السبب هن يمكن اخذين من عنا. وعنا كثير اقوام يسمون فولاو كابولي، فولاو يعني كابولي رز افغاني.